هذا وقد اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة برفقة حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة. وقد شهد الأقصى اليوم انتهاكات عديدة فضلا عن استفزازات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال المرافقة للحراسة. وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت أنصارها وجمهور المستوطنين لاقتحامات واسعة للأقصى في فترة عيد الفصح العبري ومحاولة تمثيل تقديم قرابين الفصح داخل المسجد.